في إطار المراسلة اللي تسربت الرأي العام للصحافة، هي مراسلة فعلا مشات من الجامعة الملكية المغربية للملاكمة بصفتي نائب الأول للجامعة الملكية المغربية للملاكمة. فعلا هذه المراسلة مشات في إطار ديال الاتحاد الإفريقي بأن ما عنده حتى شي مقر، وجوابا على سي الدكتور مستحسن اللي كان كاتب دار واحد المراسلة للاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي بأن فيها لونتيت ديال الاتحاد الإفريقي ولكن العنوان ديال الجامعة. هذاك الشيء اللي باش اضطرينا باش نديروا هذه المراسله بان الاتحاد الافريقي لا مقر له. وفعلا مشات هذه المراسله في شهر 8. سي جواد بالحاج كان دار معنا واحد اجتماع في هذه تقريبا واحد شهرين، دار معنا اجتماع في مدينه الرباط في الجامعه، وسي مستحسن طلب سي جواد بالحاج اللي هو رئيس الجامعة باش يعطيه مقر في, 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 في الجامعة، وسي جواد رفض ليه. علاش؟ لأن ماشي من حقه هو كرئيس باش غادي، كاين الوزارة الوصية، كاين الكوميتي أولمبيك، احنا تحنا رحنا غير عطينا ذاك المقر وما يمكنش لينا نعطيه لشي شخص آخر. وشكرا.